السلام عليكم مشاهدينا الكرام. عودة الأجواء الربيعية المشمسة ودرجات الحرارة اللطيفة على مختلف ربوع الوطن، وهذا بعد الأمطار المعتبرة الغير الفصلية التي تساقط نهاية الأسبوع المنصرم خاصة على المناطق الشمالية للوطن. أما الوضعية الجوية لصبيحة يوم السبت إن شاء الله نلاحظ تشكل بعض الضباب الخفيف المصحوب بسحب سفلى خاصة على المناطق الساحلية للوطن، فيما ستكون الأجواء صافية على أغلب المناطق الداخلية والمناطق الجنوبية للوطن. وفيما يخص درجات الحرارة خلال الصبيحة فهي معتدلة، حيث تقدر ب 14 درجة بكل من وهران جزائر العاصمة وعنابة، نسجل 6 درجات بالصيف، 10 بقسنطينة، 7 بالجلفة. أما على المناطق الجنوبية سنسجل 14 درجة بمنطقة تندوف، 18 درجة ببشار، 22 درجة بكل من منطقة عين صالح ورقلة وتمن راست. وعن توقعات الطقس لظاهرة يوم السبت فستكون الأجواء مشمسة لطيفة وربيعية على جل المناطق الساحلية للوطن، فيما تبقى بعض السحب السفلى الخفيفة متمركزة على المناطق الداخلية للوطن، أما الأجواء ستكون صافية على أغلب المناطق الجنوبية للوطن. أما بخصوص درجات الحرارة القصوى فستشهد ارتفاعا طفيفا بسبب غياب الرياح الشرقية على السواحل التي من شأنها أن تؤتي بنسيم البحر الذي يلطف من الجو، إذ ستقدر ب 26 درجة بكل من منطقة وهران والجزائر العاصمة، 24 درجة تسجل بمنطقة عنابة، 25 بالجلفة، 24 تسجل كذلك بسطيف، 27 بقسنطينة، 28 درجة بقلمة. أما في المناطق الجنوبية سنسجل 34 درجة بكل من منطقة بشار وتنديوف، 42 درجة بعين صالح، 38 درجة بورقلة، 36 درجة بمنطقة تمن راس. بخصوص توقعات الطقس لليلة السبت إلى الأحد ستكون الأجواء من مغشات إلى صافية على المناطق الغربية الوسطى وحتى الشرقية للوطن، بينما تبقى الأجواء صافية على أغلب المناطق الجنوبية للوطن. وفيما يخص درجات الحرارة سنسجل 13 درجة بكل من منطقة الوهران عن الجزائر العاصمة وعنابة، نسجل 5 درجات بالصيف، 9 درجات بقسنطينة. أما على المناطق الجنوبية سنسجل 13 درجة بمنطقة تندوف، 17 درجة ببشار، 21 تسجل بمنطقة عين صالح وتمن راس وورقلة. أما الوضعية الجوية على سطح البحر فهي أجواء ملائمة للصيد البحري، بحيث البحر سيكون جميل على أغلب السواحل الوطنية وفق رياح تكاد تكون ضعيفة. كالعادة ننهي نشرتنا الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن. لأكثر تفاصيل عن الوضعية الجوية انتظروها في نشراتنا القادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.